ثم ليس المقصود من إنكار مولد نقص في حب النبي عليه الصلاة والسلام، لا، بل هو أحب إلينا وإلى أهل السنة من آبائهم وأمهاتهم وأنفسهم عليه الصلاة والسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده الناس والبيت. وقال عمر ومثلا: يا رسول الله، لأنت أحب إليه كله إلى النفس. قال: يا عمر، لا، حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال: أنت أحب إليه كل شيء حتى من نفسه. قال: أنا يا عمر. فأهل السنة يؤمنون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من كل شيء بعد الله، وأحب شيء إلى أهل السنة الله وحده جل وعلا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إليهم فوق محبة النفس والمال والولد، ثم الأنبياء وبعد عليه الصلاة والسلام، ونحن على ذلك، نحن على طريقهم. نشهد الله أنه أحب إلينا من كل شيء بعد الله، نشهد الله أنه أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء، والله لو أنه شرع ذلك لشرع إليه ودعونا إليه عليه الصلاة، والله لو شرع ذلك لدعونا إليه ولا شرع إليه وكتبنا فيه الكتاب، ولكنه ما شرع ذلك ولا فعله ولا فعله أصحابه، ولكن اليوم عدو الناس من نهاهم عن عوائدهم، عدو الناس من نهاهم عن عوائدهم وأباطيلهم التي اعتادوها، وإذا نهوا عن باطل وعن بدعة قالوا: هذا يغير النبي. هكذا قالوا من صدره لما دعاهم النبي لا توحيد الله وإخلاص له، قالوا: محمد يبغض عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، قال: يبغض عيسى لأنه نهى عن عبادة عيسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا الدعاة من قديم الزمان إذا دعوا إلى توحيد الله قالوا: هؤلاء يبغضون الصالحين ولا يحبون الصالحين، لأنهم قالوا: لا تعبدون لهم مع الله، حبهم باتباع الطيب، باتباع أخلاقهم الطيبة وبالأخذ بأعمالهم الطيبة، هذا حبهم، فحب النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه واستجعله من حاجه وتعظيم سنته والدعوه الى ذلك والنبع عنها، هذا ما هذا حبه عليه الصلاه والسلام. قل: ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.